سلام البنات، معكم أسماء من قناة Everything with أسماء. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي عبارة عن دوراد، سمك الدوراد في الفرن. يعني تقدروا تختاروا أي سمك من النوع، يعني الكبير هذا. وأنا اخترت الدوراد لأنه زوجي يحبه بزاف، هو يحب السمك ولكن مالوغوزمون أنا ما نحبوش، نحب فقط السردين لا طون، أبار سا ما نحب حتى حاجة. دونك نبداو في المقادير. هنا عندي 4 من الدوراد، هذا ماشي الاحمر الكري. عندي هنا حنستعمل معاه فلافل هكذا باش ننوعوا شويه في الالوان، الاخضر والاحمر والاصفر البوافون. عندي هنا ربطه من المعدنوس البقدونس والكزبره، يعني حنخلطهم، انا نحب الكزبره ايضا في السمك. عندي هنا حبه طماطم كبيره، بصلة أكيد، حبة بصلة. عندي هنا طماطم يعني مرحية واجدة، عندي هذه بيوغي. عندي طماطم الكونسيرف هذه ملعقة صغيرة. أكيد هنا عندي باش ندير الشرمولة حندير هنا راس من الثوم اللي أنا راح نديرو في الهاون هذا، ولا في احنا نقولو لهم الهراس. والملح، الفلفل الأسود والكمون أكيد لأنه يحبوا بزاف السمك، وليزيرب دو بروفونس هذا نحبهم في الواحد، والبابريكا ولا لي زيت بيسيان اللي تحبوا ديروهم، انا هذا واش نفضل. وعندي هنايا ليمونه باش نشوفوا الطريقه. نبداو في التحضير. اولا حندير العقده ولا الشرموله اولا، من بعد راح نجوزوا للعمليه. انا هنا ديما نحب نهرسوا احسن باش نستحفظ كامل الحبه تاع الثوم. راح نحط الراس تاع الثوم على حسب كمية السمك اللي عندك. هنا راح نبدا نقص في المعدنوس والكزبرة ولا الدبشة كما نقولو حنا في الدرجة تاعنا في الجزائر. هنا نسيت ما ذكرتش زيت الزيتون اكيد معليش. كما قلت هنا لازمكم ربطه معتبره من المعدنوس والكزبره. راح نبدا نحط الملح، حوالي ملعقه صغيره ابري، يعني عينكم ميزانكم، لانه السمك ايضا يحب الملح. هنا فلفل اسود، كلهم ملاعق صغيرة. ليزيرب دو بروفونس، دان بازيليك اكسيتيرا. عطيو ضو مليح. هنا البابريكا و كمون، انا حاطته هنا هذا ما يتباعش هكدا. كمون يعني نسبة مليحة، ملعقة كبيرة مليحة. راح نحط قليل من صلصة الطماطم هدية، ملعقة صغيرة ولا ملعقة كبيرة يعني تكفيكم. وهنا ملعقة صغيرة من معجون الطماطم. رشة نتاع القارص وزيت الزيتون، حوالي ملعقتين كبار هكذاك باش تبلو بها. ونخلط كل المكونات. اذا استلزم الامر، يعني لو عندك ثوم بزاف وكميه هائله من المعدنوس تقدر تضيفي زيت الزيتون. انا راح نضيف هنا على اعتقد، نعم راح نضيف وي. هي من الاحسن انكم هاد العقده تخليوها في الشرموله كما يقولوا، تخلوها ترقد يعني او هكذا باش تلم كل المكونات مع بعض. وتقدروا ايضا تدوها كما هك وديروا لها ديروها في السمك نتاعكم وتخلوه يقعد مده معينه في الثلاجه، ومن بعد تحطوه يطيب.
بون انا خلصت العقده تاعي، راح نشوفو كيفاش راح نحطو الذرات في الطبق تاع الفرن. هنا راح نقص الفلافل تاعي بهذا الشكل، ما يكونوش بزاف رقاق يعني يكونوا لاباس بهم. انا درت هنا نصف يعني حبه، ما درتش حبه كامله. تقدروا هنا تحطوا اللي حبيتوا، تحطوا الجزر، تحطوا البطاطا. انا هنا استغنيت عنهم، راح ندير فقط الفلافل هذا واش حبيت، والبصل هادو يكفيوني. هكذا يعني يكونوا شويه كبار. من بعد راح نحطهم هنا. راني حطيت في الواحد تاعي في الموسينيه الفرن تاعكم، حطيت ان فيلي دو دويل دوليف، يعني رشيت هكذا الزيت، وحطيت هنا كما تشوفوا البصل يعني يكون شويه خشين. وراح نحط الان الفلافل تاعي يعني هكذا نفرقها باش تهبط هذيك البنه. من بعد كي يطيب لا دورات تاعنا، كي تطيب تجي بنتها رائعه. راح نستفهم هذه الكبيره، يا ربي يكونوا يكفيو فقط، باسكو نورمالمون يكفيو. وي هكذا واش راح ندير انا هنا، راح نشلحهم هكذايا باش يدخلهم الطياب بهذا الشكل. باش طيب لكم من داخل. من بعد نجيب العقدة تاعي ونبدأ نحط يعني نحشي هذاك الدوراد من داخل. كنت مفتحتوش مليح، راح نفتحو هكذا باش ندخلها لداخل. بسم الله في الفرن يجي بنين بزاف، احسن من القلي. انا ما نحبش بزاف القلي لانه القلي مضر بالصحه اكيد. ندهن هكذا من فوق ومن تحت بالطريقة. هكذايا نفرقها على كامل الدورات نتاعنا. محمد راح يتفرج الى ميزيبيون فوالا. وهذاك اللي بقى راح نحط له شويه ماء، شويه فقط ماء، باش نهبط هذيك الخضره باش تهبط لكاع هذيك الخضره اللي درناها. هنا حطيت من فوق الطماطم لانه الطماطم بعد كي تهبط دير طعم مليح. وانا قصيت كنت قصيت هكذا القارص ولا الليمون، وراح نديرو هكا قطع صغيره ونحطو داخل هذوك يعني الشقوق اللي انا درتهم هكذا، يعني هكذا شويه شويه مش بزاف. احسن منكم تحطوا شرائح تاع الليمون كامله. بون فوالا هكذا برك شويه مش بزاف. انا زوجي ما يحبش كي يعود الليمون هكاك. ومن بعد هذيك الشرموله اكيد مش راح نطيش هذا اللي بقى، وراح نصبها على النواحي منا على الخضره هذيك هكذايا. راح نغلقها بالورق الالومنيوم. حط
نحطوها على درجة متوسطة 180 درجة لمدة 45 دقيقة. هو ما يطيبش بزاف، في نص الطياب تاعو نحيو الألومنيوم ومن بعد تحطوه في يعني تخلوه هكذا يجري يعني يتحمر شويه. كيما قلت لكم انا درك غلقته بالالومنيوم وراح نحطه في الفرن على درجه كيما قلت 180 درجه ونار يعني متوسطه، ومن بعد في نص يعني الطياب تاعو افتحوا عليه باش هكذا يزيد يتحمر مليح. نتلاقاو بعد الطياب ان شاء الله.